ما حكم من يقول أن التدخين مسكوت عنه؟ وهل هو حرام أو مكروه؟ التدخين مسكوت عنه ولا يوجد دليل لتحريمه. الدخان. الدخان. نعم. نسأل هذا السائل، هل هو من الطيبات ولا من الخبائث؟ تقول إنه من الطيبات أو من الخبائث؟ لا بد تبي تقول من الخبائث. إذا كان من الخبائث فهو محرم. قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من الخبائث، ما تقدر أبد تقول إنه من الطيبات. لو قلت كذبوك الناس، كذبوك الأطباء، ما هو من الطيبة، من الخبائث. نعم.